طوابير طويلة وساعات من الانتظار يقطعها أصحاب هذه العجلات بغية تعبئة سياراتهم بمادة الغاز، أزمة مستمرة لأكثر من 10 أيام في بغداد وبعض المحافظات، مما ولد استياء كبيرا للسائقين الذين تحدثوا عن معاناتهم التي تظهر بين الحين والآخر دون معرفة الأسباب الحقيقية. العالم كلها لازم سيرة بها من البارحة بالليل، شنو ذنبها بتلزم سيرة من البارحة بالليل؟ عمي غاز ماكو، كله جاي عبر يروح للشمال تهريب، القطوعات بقطوعات مال البنزين خانات جاي ودونها عمي، يعني هاي شنو ذنبها العالم؟ احنا قبل كنا الغاز مطشر، اي محافظة تطب تفول وتمشي، ما حد يبقى حال الغاز، الغاز هسه بالشمال بألف وربع ينباع بالشارع سوق سوداء. انذب بزيادة مالت الغاز على الطماطة. إذا الطماطة توصل للمواطن وبربع احنا نحسبها ب 300 هسه 350. ليش الغاز قاعد نشتري غالي سوق سوداء. وهسه الصبح طابق ساعتين ما فولت وخلص الغاز، وهسه على البازيخانة الثانية ونفس الحالة، ما أدري فول لو ما نفول. ومن جانبها أوضح الشركة توزيع المنتجات النفطية أنها تجهز محطات التعبئة بالمشتقات أكثر مما هو مقرر لتفادي حدوث أي أزمة، مؤكدة ضرورة تفعيل الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية. اللي حصل بالأيام الماضية يعني القليلة أنه هو زيادة على طلب بسبب فارق السعر بين محافظات الإقليم والمحافظات باقي البلاد، أدى إلى قيام ذوي النفوس الضعيفة اللي هم أصحاب المركبات اللي هي خارج الخدمة حاليا، اللي ما جاي يتقدم خدمة في الشارع، لسحب كمياتهم المقررة وفق برنامج الرقابة الإلكترونية وبيعها بالسوق السوداء. المشكلة تنتهي بالمراقبة الحثيثة على أصحاب السيارات اللي هي خارج الخدمة، واللي هي من تخصص أيضا مديرية المرور العام. نطالب مديرية المرور العام من خلال قناتكم الكريمة تدقيق السنويات المنتهية الصلاحية لأصحاب المركبات اللي هي خارج الخدمة. مشكلة التهريب وبعض عمليات التلاعب في العدادات والأسواق السوداء أدوات استغلها البعض لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن، رغم التحركات الحكومية والأمنية الواسعة في ملاحقة المتهمين بافتعال هذا النوع من الأزمات وتطبيق القانون عليهم. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.